أحسن الله إليكم. هذا متعب من الرياض يقول: ما هو فضل بناء المساجد؟ فضلها عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قدر مفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذا يشمل عمارتها الحسية بالبناء المناسب، ويشمل عمارتها المعنوية بالعبادة. نعم.